تريلا بالعربي. كتاب تكلفة عدم إنجاز مشروع الاتحاد المغاربي. يتناول هذا الكتاب مدى إمكانية بناء الاتحاد المغاربي، مستعرضاً خيارات الدول المغاربية والتحديات التي تواجهها في عملية البناء، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. ويسلط الكتاب الضوء على العوائق التي تحول دون بناء هذا التكتل، وتداعيات تأخر تأسيسه على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية. كما يبين أن عملية التغيير عملية تراكمية لا ترتبط فقط بالعوامل الذاتية وتوفر الإرادة، بل تحتاج أيضاً إلى توفر شروط موضوعية ومراعاة البيئة الإقليمية والدولية. ويعزو هذا الكتاب السبب في عدم إكمال هذا المشروع إلى الهشاشة المؤسساتية التي تعرقل ذاك المسار، إذ تشكو بلدان المغرب العربي من صعوبات في التحول من اقتصادات مسيرة إدارياً إلى اقتصاد السوق الحر. صدر هذا الكتاب عام 2011 ويحمل تبويباً لعدة فصول، منها التكلفة السياسية والأمنية، التكلفة الاقتصادية لتأخير التكامل المغاربي، كتاب تكلفة عدم إنجاز مشروع الاتحاد المغاربي من تأليف نخبة من الكتاب. إذا كنت تشاهدنا لأول مرة، لا تنسى الاشتراك في قناتنا كي نكون على تواصل. بوك تريلا بالعربي، منصة لكتابي.